المسيحيين هم الأصليين الأوائل الأصليين في البلد، وهم جوي وأخذوا يعني عملوا انفيجن وجوي أخذوا العراق وسكنوا وصار بلدهم، بس هم بالحقيقة السكان الأصليين هم كانوا بالعراق. فليش؟ لأنه المسيحيين هم ناس سلام، ناس بيس، ما يريدون لا قتل لا إرهاب، لا يستخدمونها، لأنه إحنا تعاليم الرب يسوع المسيح هو من ضربك على خدك الأيسر فأعطي له الآخر. هذا هو تعليمنا، مو أمين تعليمنا، مو أمين. ديننا دين سلام كما يقولون. هو ليس دين سلام، لأنه ما نشوف واحد مسيحي يقتل، ما نشوف واحد مسيحي يروح يفجر نفسه، ما نشوف واحد مسيحي يعني يخلي حزام بيلت ويروح يسوي هذه. فأكو علاقة لازم إحنا مثلا نفرزن، لازم نشوف، لازم نفتح عيوننا. فهسه هل معنى هذا إنه إحنا نسكت؟ هل العراقيين يسكتون؟ هل الكنيسة المضطهدة في كل العالم تسكت لأنه إحنا الرب يسوع المسيح فعلا قال أنه أعطوا الخد الآخر؟ لا، إحنا لازم نقوم ضد، مو ضد يعني المسلمين، بس ضد الإرهاب، ضد أعمال إبليس. ولازم إحنا نوصل صوتنا لكل مسؤول، لكل شخص. وإحنا لهذا إحنا بالآرامية، الآرامية هي منبر حر، منبر إعلامي، واللي أحب بعدين الأخ أديب أنه يعلق على هالشيء، يعني حول الإعلام ودور الإعلام، مو بس الناشنال بس الانترناشنال، العالمي في هذا. بس إحنا كإعلاميين، إحنا كفضائية صارت تغطية يعني كثيرة على الحدث اللي صار، ولازم إحنا نرفع صوتنا والنادي ب يعني حقوقنا، والنادي انه احنا كمثلا مسيحيين اذا اقليات في بلدنا لازم يكون لهم احترامهم، يكون لهم كذا. بس يعني المفروض ما نسكت. لهذا انا احب اقول انه، بس خليني اعلن وبعدين انطي الميكروفون للاخ اديب، انه احبائي المشاهدين، يوم الاثنين القادم راح تكون هناك مسيرة. هاي المسيرة يعني ما أقدر أقول مظاهرة وهذه، بس هي مسيرة سلمية، لأنه إحنا ناس سلام، إحنا نريد ندافع عن حقوقنا، ندافع عن حقوق المظلومين، الأبرياء، الضحايا اللي ماتوا، اللي استشهدوا، اللي شفتوهم هسا وهم ما كان لهم أيضا. فإحنا لازم نرفع صوتنا، وأحب أنه الكل يرفعون صوتهم معنا ضد هذا الإرهاب، ضد الشيء اللي دا يصير في العراق كشيء يعني مثالي. فيوم الاثنين القادم المسيرة اللي راح تكون من الساعة 12 إلى الساعة 4، التجمع راح يكون في داون تاون ديترويت أمام الفيدرال بيلدينج في داون تاون ديترويت. فإحنا نريد كل الأحباء، مو بس في ديترويت، يعني ديترويت وضواحيها وكل ميشيغان، وحتى اللي في كندا، يعني في وينزر او اونتاريو، او يعني كل اللي قريبين انه يجون ويدعمون هذه المسيره، وحتى نوصل صوتنا، وحتى يشوف العالم انه احنا ما نوقف. لازم نتحدى يعني الظلام، ونتحدى الظلم، الشيء اللي صار في الأحباء في هذه الكنيسة. فأحب أنه أوجه كل يعني دعوة لكل الكنائس اللي في أوهايو، في شيكاغو، أنه يجون يوم الاثنين القادم من الساعة 12 إلى الساعة 4، 4 ساعات، وفي داون تاون ديترويت. فراح تكون هذه المسيرة. وأيضا نحب اللي عايشين بالحقيقة في داون تاون ديترويت، في وينزر كندا، أو في أن أربر، لانسينج، في مناطق أخرى، لندن، أونتاريو، هاملتون، إذا أنتم راح تجون، وأحب أنه المجاميع أنه تجون، يعني أحب أنه نحب يوم الاثنين تكون فد يعني مسيرة سلمية كبيرة، الكل يجون يحضرون ويضمون صوت، يعني نضم أصواتنا كلنا مع بعض. فإذا جيتوا نحب أنه اللي يجي بالفان أو باص
يعني ينطي رقم تليفونه، لانه الناس بدها تخابر، تحب انه تجي معاكم، لانه قسم منها يعني قسم من عندهم ما عندهم سيارات او وسائط نقل، فنحب انه نساعدهم. اذا عندك باص، اذا عندك فان، اتصل بنا، قول هذا هو رقم تليفوني، ممكن تتصل هسه تنطي رقم تليفونك اذا انت في هذه الاماكن اللي شويه بعيده عن ديترويت، حتى نسوي كونكشن مع الناس اللي تحب تجي للمسيره وما عندها وسط نقل او ما عندها سياره، حتى يعني نعمل كونكشن لكل اللي في وينزر كندا، اونتاريو، لندن، او هاملتون، او اوهايو، او من ما تكون. فساعدونا حتى هذه المسيره كلنا نجتمع وكلنا نتوحد ونكون بصوت واحد ونوصل صوتنا لكل هاي، وراح يكون تصوير في ذلك اليوم. امين امين. ثانك يو اخت هيفاء، فعلا احنا امام تحدي هذا اليوم، يعني الرب اعطانا هذه الفرصه، الرب سمح بهذه الظروف اكيد، لانه الرب عنده خطه معينه، مجيء الرب قريب والرب يريد انه نفوس تخلص وتاتي اليه، ففعلا احنا امام تحدي هذا اليوم، والرب ينطينا القوه وينطينا العزيمه انه نشترك كلنا في عمل الرب، وان نتحد جميعنا كمسيحيين، وان نرفع اسم الرب عليه. لكن قبل أن نعود أخت هيفاء إلى الأخ أديب، أحب أنه نأخذ وقفة قصيرة مع الباستر جو. Encourage you, dear viewers, to take part in the demonstration wherever you may be. If you're in Detroit and other places, as Okhet Haifa mentioned, I think Toronto, California, other places, they're going to be doing demonstrations essentially at the same time. It's time for us as Christians to stand up, just as the Lord said in his word through the Apostle Paul, who said by the Holy Spirit of God, he said, be strong in the Lord and in the power of his might, put on the whole armor of God that you may be able to do what? To stand against the wiles of the devil. You see, we have to stand. We have to stand in the Harb Rohiyya. This is a spiritual war, and God is calling us as the church to rise up, to stand in that spiritual place of authority that he's given us, to put on the spiritual armor, having your loins girt about with truth, having your feet shod with the preparation of the gospel of peace, the breastplate of righteousness, above all, the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all of the fiery darts of the wicked one, and the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. We have to be soldiers for Christ, soldiers in the spiritual war. We need to be on our knees praying for the Christian brothers and sisters in Egypt, in Iraq, in Pakistan, in Indonesia, and all of these places where they're being persecuted, where they're being killed, where their homes and churches are being burnt day after day. We need to stand up for our brethren. Our government has turned a deaf ear unto us. And as a matter of fact, our current government is actually has an initiative to go and to appease the Muslims. But what about the Christian minorities in these lands? We need to have our voice heard. So we want you to take part in that demonstration and also continue to give to ABN so we can continue to make the public know about these issues. And that leads me up to my last point before we go back to the other studio. What about the new channel? Qanat Jadid Biloga Inglesia? This new channel, the whole purpose is to expose the radical threat of Islam, and in particular the jihadist Islamists. The Americans, the West, the Canadians, the Europeans, they still don't understand the severity and the seriousness of the threat. We need this new channel, but we need your support if it's going to go on the air. Call us right now, 248-416-1300. Give to this ministry, ABN. Put your seeds in good ground so it might produce an abundant harvest of salt in the earth, light on the hill, and ultimately souls, Muslims coming to Christ, and glory to God. Bil ism Rabbina Yeshua al-Masih. Amen and amen. Let's go back to Sister Uwa and al-Akharin Hassa. Amen. 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 أهلا بكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين، ونحن أيضا ما زلنا معكم في حملة جمع العطاءات، ونحن في الأسبوع السادس، ونحن بانتظار اتصالاتكم، ونرحب بكل اتصالات مشاهدينا. الآن معنا الأخت صابرين، تفضلي. السلام
الأخت تفضلي أخت صابرين. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا أريد أصلي من أجل الناس اللي افتقدوا أهاليهم بالعراق، وهذا إشي ألم، لكن نشكر الرب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. آمين. والكنيسة اجت باضطهاد، لكن كل ما كان اضطهاد كل ما كان غلت وكل ما كبرت أكثر. فبدي أنا أصلي من خلال مكالمتي للناس اللي افتقدوا أهاليهم وناسهم بالعراق. آمين. إذا أمكن يعني. آمين. أكيد أكيد رح نصلي. أيها الرب يسوع، نشكرك نعظمك نباركك نسبحك يا رب، أنت إله صالح إلى الأبد، رحمتك يا رب. يا ربي يا يسوع، آتي بثقة إلى عرش النعمة لكي أنال رحمة وأجد نعمة وأونا في حينه يا رب. يا ربي يا يسوع، بضع كل مجموعة هاي يا رب، أهاليهم اللي افتقدوهم يا رب، بشيلهم بضعهم بين يديك المثقوبتين يا رب. يا ربي يا يسوع، مد يمين التعزية يا رب، مد يمين البركة يا رب، مد يمين القوة عليهم يا رب. يا رب عراق تحت دمك، وكل فرد فيهم يا رب تحت دمك، الكنائس بأجمعها تحت دمك وسلطانك يا رب. سور نار حوالين كل كنيسة يا رب، دمك على العتبة والقائمتين في الكنيسة يا رب. ارعاهم برعايتك ونعمتك وبركتك يا رب. يا يسوع، أنت إله صالح، غطي عراق بدمك يا رب، سر بوجهك أمام عراق يا رب، أملكك أنت وعدك يا رب، رئيس على العراق يا رب، لأن ما في واحد أمين قدك يا رب، أنت أأمن واحد للعراق يا رب. باسمك أصلي يا رب. يا رب عزي يا رب، زور بزيارات خاصة هذه العوائل اللي افتقدوا أهاليهم يا رب. باسمك أصلي يا رب بركة خاصة لهم لأجل اسمك القدوس يا رب. يا ربي يا يسوع، قلوبنا معاهم، أفكارنا معاهم، ألمنا يا رب، تألمنا من أجلهم كثير يا رب. يا يسوع، أنت مجرب في كل شيء لكن بلا خطية يا رب. أنت تقدر أن تمد يمين البركة يا رب، يمين الرفعة يا رب، يمين التعزية يا رب، وبركات روحية يا رب جسدية، يشوفوا أبوتك ورعايتك ونعمتك وبركتك يا ربي يا يسوع. أنت صالح يا رب. الآرامية بين يديك، مد يمين البركة عليها يا رب، سدد كل احتياج وخليها نور على منارة. باسمك أصلي يا يسوع، أنت صالح، ويا رب لن تترك أولادك محتاجين، لكن نعمتك وبركتك مع كلتنا. شكرا لك من أجل الآرامية، شكرا لك من أجل المستخدمين فيها. لك أرفع المجد والإكرام السجود يا أبانا، باسم يسوع أطلب هذا لك كل المجد. آمين آمين آمين. Thank you أخ الصابرين، الرب يباركك. Thank you. في عندنا اتصال ثاني من الأخت بنت الرب، تفضلي. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا طبعا كلش أشكركم وأشكر جهودكم في هذه القناة يعني اللي تخدم كل الإنسان مهما كان يعني انتماء الدين. عندي جس رجاء يعني، أرجو أن يعني يسمعوا المشاهدين، أنه إحنا هذه المجزرة اللي صارت في العراق الآن يعني منزرة يندى لها الجبين. فإحنا يعني آشوريين وكلدانيين ومسيحيين سريان من العراق، المفروض يعني نبلغ صوتنا لأقصى مدى. يعني مثلا هنا يجون في واشنطن دي سي ويروحون قدام البيت الأبيض ويعني يعملون احتجاج، كل إنسان يعني يجي يقدم احتجاج هناك، نوصل صوتنا للجهات المسؤولة. ومثل ما حصل بالأقباط لما صار اعتداء في نجع حمادي، جوي من كل ستيتات الأمريكا ووصلوا إلى البيت الأبيض وعملوا احتجاج، ووصل صوتهم إلى الرئاسة في البيت الأبيض، ودزوا مسؤولين خاصين هناك إلى مصر حتى يشوفوا أوضاع المسيحيين هناك والأقباط. فإحنا أيضا الكلدان لهم يعني باع طويل في التاريخ، فما قاصرين، وصوتهم لازم يوصلوه حتى إحنا نوقف هالمذابح اللي تصير بإخواننا المسيحيين بالعراق. يعني كل يوم أكو قتل وذبح لهم، سواء فردي أو جماعي، ووصلت الآن التهديد مفتوح، يعني التهديد الآن يطول في
أي كنيسة في أي واحد مسيحي بعد إعلانهم أنه أصبحنا يعني كلهم تحت يعني التهديد والقتل. فيعني هذا رأيي، وأتمنى يعني أن يعني كل إنسان غيور على كلمة الرب أن يعني يعمل هذا من أجل الإنسانية كلها. هذه المسألة لا تعني شخص معين أو فرد أو فئة معينة، هنا قتل السلام في عقر داره في كل مكان في الأرض. فإحنا نريد السلام وما نسعى غير إلى السلام.